التعاملي، عرفتي؟ شنو هي المجالات ديال الدخل تما؟ كاينه الوكلاء والتجار، كاينه اصحاب الخاوي، وكاينه ديك المحلات اللي عملنا على الكراع ديالهم. مع الاسف ديك المحلات ما كيخلصوا زيرو دخل. عين انك تعمل استثمار بهذا الحج وما كدي والو للاثرياء تما. علاش؟ لان هذوك الناس ملي عملوا فتح الريفه مشاو عدلوا السومه هي باش يدي الحاج، وبالتالي اليوم ما جبدنا حتى درهم اللي في الاكل ديال هذا الولاد. مشينا للتجار والوكلاء هما بيدهم متضررين، باش نكونوا واضحين هما بيدهم متضررين. وقال لك انا سيدي ما كنوصلش لديك 80 مليون وكامل اتصلوا بكم ومعروف ما كنوصلش لديك العتبه ديال 80 مليون، وبالتالي الله يجازيك بخير انا ما كندي والو ديك المال. هذا جانب عملنا على انه واش امكانيه نزولوا العتبه ونزولوا ديك واحد الروس ونطلعوا كل شيء. قال لك السيد يزيد غيكون واحد النوع ديال التراجع 3 مليون درهم. حنا طبعا ما خصناش يكون تراجع على المستوى المالي لان عندنا انجازات واحد مزيان. انا نشوفوا الخاوي شنو كيعطيوك الخاوي السيد يزيد؟ كيعطيوني 160 مليون ديال مليون و600 درهم. هاد 160 مليون بالنسبه للجماعه وما يروج والمعطيات اللي عطاونا حنا ملي كنا هنا في اللجنه وحنا جيت نكذبوا على الناس، والاخوان كانوا بيدهم متبعين معنا باش نكونوا واضحين. الاقتراح اللي جبنا حنايا من المكتب، يعني المكتب تيجبد على شي النقطه الثالث باش نكونوا واضحين. حنا هاد الناس هادو كنتعاملوا 100 درهم بالمعطيات والدلائل. قال لك هاد الناس هادو كيستغلوا نفس المساحه خارج القانون اللي هي 4000 درهم 4000 متر. إذا شنو عملنا حنايا؟ فما دخلنا معاهم لا بحزازات ولا والو، فقط يخلص لي عندك 100 درهم الأخرى. اقتراح المكتب كان هو 200 درهم صح؟ 100 درهم اللي كيخلصوا على 4000 دابا اللي هي داخل عقد التعاقد، و100 درهم اللي ما كيخلصوهاش وكيضيعوا الجماعة واحد 4000 متر. وكاملين يمكنكم تزوروا وتشوفوا أن السند الخاوي خارجة. علاش؟ أنا نقول هنا ملي كيتجبد الموظفين وكتجبد الاداره ان في دفتر التحملات ديك السوق وخصوصا في الخاوي كيقول على الاداره انها خصها تحجز جميع السندات اللي خارج المربع. واش الاداره عندها شي اجراء بحال هذا؟ ما عملتوش. هنا باش نكونوا منصفين مع ذواتنا ومع الشيء اللي كندافعوا عليه. ملي جات اللجنه بدينا كنتذاكروا شنو هي نوعيه المداخيل ديال الناس. حسب تصريح الاداره قال لك سيدي يتداول 10 مليون صندوق داخل السوق. انا ماشي خابر الصناديق ولا شي واحد منا خابر الصناديق، حنا فقط نستانس بالمعطيات ديال الاداره. 10 مليون هاد الناس اللي كيدخلوا كيريوها بدرهم هي 10 مليون درهم هي مليار، كيردوها درهم كذلك هي مليار اخر هي 2 مليار. قلنا لهم عين ان الناس كتدخل 2 مليار سنويا كتعطي 160 مليون. هذا فيه شي عيب، هذه فيه شي حساسات ضيقه الا اللي بغى يوهم ان هناك صراع. وبالتالي هي دائما الملفات الحساسه تثير نوعا من الحساسيه. راه النهار اللي تذكرنا على الغابه على بوبانة كانت حساسيه، ذكرنا على لوبي عقار صافي. اليوم عاودنا لي نذكروا على كاين لوبي نقر به من نقر، ماشي لهذا شيء اخر، ولكن دائما نزولوا ديك الخلفيات ديال الحكم المسبق. نزولا عند رغبه الاخوان سواء كانوا بالغرفه او اي جهه معينه ما كاين حتى مشكل. قال لك اسيدي اعطينا واحد المهله باش نزيدوا ندقوا ونفصلوا في التفاصيل. هذا ليس مانع، وهذا ليس ضعفا، وهذا ليس تحطيما من قدر شخص معين. شكون هو؟ انا مره اخرى كما قال السي حسن انا عطيت واحد الميساج للناس. القرارات اللي كتخرج من المجلس هي ملك للمجلس، ماشي للسي مدير ولا لغيلان ولا للفرد، وليس لحزب معين. ما بغيناش نفهموا هذا الشيء. المنطق اللي كيدافعوا به على المواطن هو نفس المنطق اللي كندافع عليه انا، اللي كيدافع عليه السي حسن السي عيدوني. العداله كما بغيتو، لان كل واحد جاء مصداقيته جاءت عبر عقد صناديق الاقتراع. إذا الله يجازيكم بخير، لولا الحساسية ما كناش نوجدوا 99 وهذا الشيء اللي خصو يتقال، لأن ما يمكنناش أن نوجدوا 9 ساعات ومن بعد يضربوا ديك الشيء عبثا. شو مرة معنا سيدات اللي حتى عندهم وليدات وكانوا ديك الشيء يعني ديك الاجتهاد ديالهم كلشي تضرب زاد. نزولا عند عبة اللوم ينقلوها ونعاودوها. وللمجلس الموقر كامل الصلاحيه بخلق لجنه والتتبع والخروج الى عين المكان من اجل التحليل، لان احنا ماشي ضد شي واحد وما خصناش نغنيو على شي واحد. ونحن بحال اللي قلت داخل هذا القرار استحضرنا جميع النواحي، سواء كانت النواحي الاجتماعيه، سواء كان الضرر المالي، يعني الاكراهات ديال المناخ المالي والاقتصادي والتجاري، استحضرنا كلش، وبالتالي لغينا جميع المعايير التي ساهمت في عقد الترخيص. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.